ما تمشيش ماشي يا عم. دخلت ازاي ابن الحاجه ديت ماشي هنا؟ انا ماشي هنا دخلت ازاي؟ انت دخلت ازاي هنا؟ يا ابني لقيت الشبابيك متفتحه ولقيت الباب مهدوء اكتر من مره، الباب بيلقلق. طيب وتكسر الباب ليه وتدخل ليه؟ لان انا في حاجات ميته يا ابني. طيب حاجات ميته تبلغ الشرطه، ما هوش انت تدخل انت تكسر الحاجه. انا خفت عليك انت. خفت عليا؟ ما انت عارف اللي انا ماشي هنا. والله ما اعرف. لا انت عارف. كلهم عارفين اللي في العماره اللي انا ماشي هنا بقالي شهر. انا لسه جاي اول امبارح. لا انت كنت هنا بقى موجود على طول. ثلاث طلاق بقالي 10 ايام في البلد. لسه جاي اول امبارح. فين الحاجه والفلوس فين والورق فين؟ والله يا ابني لا شفنا لا ورق ولا دنيا. الحاجه اللي كانت في الادراج دي مين اللي شايلها وعملها؟ الادراج دي اللي ما فكتش انت حطيتها مع بعضها. وتحطها مع بعضها ليه؟ يعني حقك عليا ان انا بنضف يعني الشقه. نضف الشقه؟ طب فين هي الحاجه؟ مش انت نضفتها؟ فين هي؟ موجوده فين؟ راحت فين؟ والله ما اعرف. راح فين الورق؟ والله ما نضفت الا الدم والاكل والشرب. ماشي الفراخ والحاجه كانت بايظه في الثلاجه، فين الورق والحاجه اللي كانت في الدولاب؟ انا هتفاد ايه من الورق؟ فين الحاجات دي؟ ما هو البتاع بتوع الكهرباء كانوا معاك كرة الشحن اهو، فين بقية الحاجات التانية؟ يا ابني انا حاططها في الدولاب الكارت يا ابني. ماشي فين بقية الحاجات التانية فين؟ ما شفتش غير الكارت. لا انت معاك الحاجات التانية فين هي؟ معايا فين بقى؟ ما اعرفش بس اسأل نفسك. فين يعني؟ مش انت اللي داخل وشايل الحاجات اللي في الدولاب كلها؟ انا هستفاد ايه؟ ما اعرفش، انا اسأل نفسك. اللي انا هستفاد؟ مين راحت فين الحاجات دي؟ ما تسأل بقى الحرامي اللي قبلي. حرام ايه؟ اللي هو دخل من الشباك. محدش دخل، مش انت اللي بتقول انت اللي كسر الباب؟ لا مش انا. لا انت اللي بتقول انت اللي كسر الباب. بقول لك بارين بخبط على الباب اشوفك هنا، لقيت الباب بيلقلق. لا الباب ما كانش بيلقلق ولا حاجه، الباب كان مقفول. كان بيلقلق. وانت اللي كسره. مش انا اللي كسره. طب وانا هجيب قلبي لك كله. البلا ما انت كسرت البتاع الاداب، هتدخل ازاي؟ طب انا هقعد في الشقه هنا ليه؟ تقعد في الشقه ليه؟ عشان ما حدش يعرف اللي انت اللي حد دخلها وتبقى مقفوله. لو انا حرامي هقعد في الشقه هنا ليه؟ عشان ما حدش يعرف. ما انت غيرت الكلون ورحت قاعد فيها. هو انا ليه فتحت لك الباب ليه؟ فتحت لي الباب ليه؟ اه ما انت لازم تفتح الباب. لازم افتح الباب؟ اه كان لو انا حرامي ما كان زمان طرت من البلكونه. طرت من البلكونه؟ اه وتكسر البتاع ليه وتغير الكلون ليه؟ بقول لك الكلون بتاعي شقتي مفتوحه. مفيش معايا فلوس اجيب اصلا كلام ليا، جبت الكلام بتاعي عشان ما عادش حد يفتح، انا ما باجيش ابات هنا، انا لسه لاقي الكنبه دي من ساعه واحده. قلت هفضل قاعد هنا وانزل اقعد في الشقه بتاعي. يا شباب. شكرا. دي جدتي يا اسطى ان انا نضفت الشقه هحط لك عليها. فين الحاجه اللي كانت في الشقه؟ يا اسطى والله ما اعرف. امال مين اللي يعرف؟ والله ممكن حد قريبك. مفيش حد قريب ولا حد دخل هنا الا انت. يا عم خلاص. فين الحاجه اللي كانت هنا؟ مش الزبالة والدم والدنيا دي وقماش وقرف واكل وشرب وفاكهه. مالناش دعوه بالخرا اللي كانت في الثلاجه، فين الحاجه الثانيه اللي كانت في الدواليب؟ مش انت اللي شايل الحاجات اللي في الدواليب اللي الصغير ده حطها في الدواليب الكبير؟ الدولاب الكبير الهدوم بقى، ما انا حطيتها كلها. طيب فين الحاجات اللي كانت في الهدوم؟ والله يا ابني ما اعرف. الورق فين والحاجه؟ ولا شفت اي حاجه بالله. امال مين اللي شاف؟ مش انت اللي شايل الحاجه دي اللي في الكيس دي؟ يعني ايوه هي فين؟ مش انا لو انا خدتها وديها الشقه عندي؟ ماليش دعوه بشقه ولا ماهوش شقه، هي فين الورقه دي؟ تسالني ايه؟ امال اسال مين؟ اسال مين؟ ايوه اسال مين؟ طب انت بتسيب ورقك ليه وحاجتك ليه وتمشي؟ لا ماما قلت لك امي اتخبطت. مين؟ امي مخبوطه. مخبوطه في ايه؟ مخبوطه في ايه يا اسطى؟ والله ما اعرف. السلام عليها يا اسطى اقسم بالله. انا ماليش دعوه بالكلام ده، فين الحاجه اللي كانت هنا؟ حاجه ايه؟ الورق اللي كان هنا فين؟ شفتش اي ورق يا اسطى والله. شفتش اي ورق؟ ماشي يا عم. اي ورق؟ ولا شفت لا ورق ولا شفت. حلو الكلام.